زين ابو عايشه، خل نروح حق الاتحاد والهلال. اعتقد يعني في كلمه وانا للحين دائما يعني دائما اقولها لاخونا ابو علي محمد كرم، مدرب اللي يروح منك لا ترده مره ثانيه. صحيح صح. يعني سييرا راح طلع من الاتحاد، الحين رده خلاص، يجيب مدرب ثاني يا اخي، يجيب مدرب يعني معقوله ما عندك؟ وهذه من اكبر الاخطاء، خصوصا ان انت المدرب لما يكون ما حقق، يعني مثلا في بعض الانديه هو حقق وياهم اعتقد قبل يعني سنتين او ثلاث. اي يعني انت اليوم كاس. شوف الكاس، انا اقصد كدوري، يعني اليوم مثلا لما يكون مدرب عنده استمراريه، الكاس ترى ما يعتبر، لا يعني لا ما يعتبر بطوله. طب كاس مباراه واحده و ثلاث مباريات وصل نهائي، لا بس هو جابوها السنه اللي طافت جابوها كان الهبوط مستوى. اي اوكي والله نجح انه انت شل الفريق ابو سعيد، والله جاهم في وضع مزري. الاتحاد كان قبل انت فكره ان انا هذا السؤال، فكره ان أنا مدرب يروح وترده مره ثانيه، عشان قوديته من انا ضد الفكره، لان خصوصا لما يكون مدرب مو محقق، يعني مدرب ما عنده استمراريه ثلاث اربع مواسم معاك، ماخذ معاك دوري ومثلا وشفت والله في تذبذب عقب كم سنه وترده، هذا ممكن. لكن مدرب انت اقلته وحقق معك كاس ومو عنده استمراريه طويله، يعني ما قعد معك موسمين ثلاثه، اعتقد هاي فكره خاطئه، ويمكن راح يعاني منها الاتحاد. نعم. الموسم هذا شو اللي ربح الهلال اليوم؟ مش كل شيء والله بسعيد، والله بدون عاطفه، كل شيء شبعنا كوره اليوم، شبعنا تنظيم تكتيك، اخطر على الجول، جمل تكتيكيه، جميع ما نشاهده في كرة القدم في أوروبا تطبق اليوم في الهلال. مفاتيح لعب جميع صح. عندنا مفاتيح لعب، يعني سالم اليوم أتوقع أنه نجم آسيا، نجم الجولة آسيوية. لا آسيوية، أتوقع نجم الجولة آسيوية. كنو كان من أفضل لاعبين المباراة، البريك بعد عودة إصابة كان ممتاز. كاريلو اليوم نجم، مع أنه شوف ترى قوميز وجيفنكو خذلونا اليوم، احنا كهلاليين انا فايز 3-1 وجيفنكو قول بس خذلني اليوم. طيب كنا نتوقع افضل. ابو سعود انا شفت المباراه توافقت مع دوري مع انتر ميلان. نعم. دوري ابطال اوروبا، وشفتها بأحد يعني المقاهي عشان كنت بطريق السفر جاي، والله العظيم كل اللي بالمقهى التلفزيونات واجد كلهم حولوا على الهلال وتركوا انتر، يعني محض ارادتهم. اليوم الهلال اليوم مل العين، والله مل العين، وطق جرس انذار وخلى خصمه يرتعد. يا ويلهم. 11 يا ابو 11 1 اكتوبر 1 اكتوبر صراحه انا بس عندي نقطة. لا بس ابو عايشه اليوم فرحت ان القرعه طبعا المباراه الاولى بتكون بالسد والثانيه الاياب عندنا. نعم. 22 اكتوبر ان شاء الله اذا راح ندعوكم ان شاء الله. انت يا ابو موسى وابو سالم ومشعل اتشرف بعض الناس، بس شوف يعني اليوم صراحه انت على بس برجع على نقطه انه الاخوان في المقاهي او لما ينقلون على الدوري السعودي، صراحه ابو سيف هذا شيء طبيعي. اليوم انت شوف حلاوه الملعب، حلاوه الجمهور، التنظيم، شيء طبيعي ان اليوم انت تشوف الدوري السعودي. يعني انت اليوم لما تقارن انت ما قاعد تقلل من الدوري السعودي، لان الدوري السعودي امانه كملعب كتنظيم كحضور جماهيري يخليك فعلا اوروبا دوري انجليزي. واليوم حلو المباراه اقول لك، مو بس كملعب عفوا كاداء، ايضا كشكل ملعب كتنظيم كحضور جماهيري امانه. يعني يمكن انا احيي اخواننا في السعوديه على التنظيم، على الحضور الجماهيري، على حلاوه الملعب، ارضيه يحافظون على الاجواء موسى، كل شيء حلو صراحه. ابو عايشه اقولك شغله، قبل اي مباراه في محيط الرعب، في فعاليات حق الجمهور وفي اي رعب اللي اليوم اللي 3-1 ما شفته اليوم. رعب. كنت نايم صح كنت نايم، تدري انك والله مساكين انت، والله مساكين، والله كنت نايم صح، والله كاسرين خاطري عزيز، لما حين مرتبك والله كاسرين خاطري، لما حين مرتبك والله كاسرين خاطري. مشعل بعد ترى الليل يا ابو ثلاث، مشعل بشوف محيط الهلال، ترى الهلال مو اول مره يوصل للمكان. ابو سالم بس اهدا حق عيني، شغل شيله يا ابو ثلاثه، يا ابو ثلاثه ترى الليل يا ابو ثلاث. حارس الاتحاد اليوم وفريق الاتحاد اليوم يقولون الاتحاد الهلال سوى كل شيء، اليوم الاتحاد اللي عطى الهلال يسوي كل شيء، لدرجه ان زوجي قام يقول لهم جول. اي هدف التعادل، حارس المرمى يحط لهم جول. شوف ظروف المباراه، وانا اعتقد ان فريق الاتحاد يعني مو انه مو زين. الهلال ضاغطهم كبس وكبس، والله تقول لي 90 دقيقه كبس وكبس على باب واحد، 90 دقيقه على باب الله العظيم زين ثلاثه. خلينا نكمل ابو سالم، في فوارق فنيه، في فروق يعني واضحه، فرق يعني بين الفريقين صح. فنيه يعني فريق الهلال اليوم في
في يومه خلنا نقول صح. لعب مباراة كبيرة، عنده مفاتيح لعب، عنده أكثر من حل بالملعب داخل الملعب صح. عنده أكثر من حل، عنده سالم الدوسري هذا مشكلة بروحه. نعم عنده لاعبين مميزين ترى، لكن صح. لكن الاتحاد ما استقل حتى ظروف يسجل في أول 9 دقائق ويبي له جولين الهلال على ما يتأهل. ونفس الشيء الجول الأول أنا أعتقد يعني الهدف يعني هدف الاتحاد لا هدف الهلال الهلال الأول وقت. يعني وقته كان ممتاز، وقته كان مفيد لفريق أيوة. الهلال طيب. لكن يبقى الهلال فريق كبير وفريق قوي وعنده إمكانيات كبيرة. أنا بسألك أبي لحظة أبي الفيحة تعادلوا وين؟ محيط الرعب ولا وين تعادلوا؟ الفيحة وين؟ تعادل وين؟ مفكر باسي لا لا لحظة تعادل وين؟ محيط الرعب تعادل محيط الرعب ومفكر فريق ما يتعادل لا تقول محيط الرعب الهلال مباراة الفيحة كان يفكر بمباراة هذه كان يفكر بمباراة الأسوية مدرب دقيقة 60 يبدل قبلها بيومين يفكر بمباراة عنده 8 محترفين وعنده تقول لي أفضل لاعب في آسيا شفت انه وعنده شفت انه مو فاهم الثمانية ما يلعبون بآسيا عنده 8 لا لا دوري بجوري دوري قبلها بيومين أبي أسألك محيط الرعب تعادلهم مع الفيحة وين محيط الرعب أسألك تفضل شنو عجبك بالهلال اليوم؟ اليوم اذا انت طبعا انت مش انا ما يقول حقاني ما راح يقول انت ذبحت انا حقاني وانا حقاني ورياضي ومحنك وفاهم الكوره ايش رايك اليوم؟ اللي عجبني قلت لي الاتحاد صراحه شوف كان مبدع كان مبدع ناقص ياخذ الكره يقول لهم هذه جول وصلت الى مرحله وصلت الى مرحله نقرا شفت الجول الثاني شفت الجول الثالث نبي نجيب حد يقرا عليه وصلت الى مرحله نقرا عليك دعاء اي والله مشكور كابتن راشد دي مشكور فهد جلعود يسلم لنا على الله يسلمك مشكور احمد موسى مشكور مشعل حميد بالثلاث الشكر لرعاتنا وداعمينا كيو 8 تريد مطعم التسيمو بن العميد اطياب المرشود مطعم سيامي يسطى ايضا شركه التون جرافيكس مطعم فروج روبابلك دير ان دير معرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيوس في الكويت ليمون لايم ايضا ويافتهم مشكورين يا اخوان بردتوا على قلب الهلاليه مساكين عقب الفيحة شوية قلبهم يرجع بس إن شاء الله عيال الذيب راح يأخذون بثار الاتحادية إن شاء الله ناخذ ثار جار